بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج لتسهيل المصاعب وحل المشاكل وقضاء الحاجات. اقرأ يوم الجمعة 15 مرة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 15 مرة لتسهيل كل المصاعب ولحل كل المشكلات ولقضاء جميع الحاجات. هذه من مجربات آية الله السيد إبراهيم الزنجاني قدست روحه الزكية، فجرب ولا تشك. لا تنسونا من فضل دعواتكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة، كذلك نحن لا ننساكم أبدا من الدعاء والزيارة عند المرقدين الشريفين لأبي الفضل العباس سلام الله عليه وللإمام الحسين سلام الله عليه. لا تنسونا كذلك من صلاة الليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.